سلام البنات، كديري اللي بساعديكم في بخير. كنتمنى تكونوا بخير ولا خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى هاد الفيديو يلقاكم بخير، صحه لاباس، امور مزيانه. المهم اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو قولوا لي واش عندكم شي صهد، شي موت، شي عافيه شاعله، شي حاجه ما كايناش اليوم. عرفتي الدنيا غطرطق، 8 د العشيه دابا و 37 درجه، ومشي 37 درجه قبل 60. ماما دابت، ماما غتموت. عرفت شو الصهد بزاف. خرجنا ناخذ جلال مع عند خياطه. المهم حنا بدينا التحضيرات ديال العيد، بالنسبه لعيد المبارك سعيد، وخا باقي واحد 15 يوم ولكن نطبق عليكم من دابا. انا كيعجبني نسبق العيد اختي، وكيعجبني نسبق التحضيرات، وكيعجبني نشري اي حاجه قبل ما يوصل الوقت. باش المهم ملي يوصل الوقت نكون انا مثاليه، مخي مبقى جري. دابا الناس كنتسناو في خياطه، هاي هنايا ما كايناش، هي مسافره غتصيفط لنا غير اللي غيعطينا جلالب، وغادي نمشيو. المهم اي حاجه كانت غنبارطاجيها معكم، فخليكم معايا وقولوا لي لتحت واش اليوم الجمعه كان شي صهد عندكم في مدينتكم اللي ساكنين فيها ولا لا. حنا بعدا راه كنموتو. صافي الناس خليكم معايا، ما تشوفوا الناس اللي مازال ما اشتركوش نزلوا اشتركوا ويفعلوا زر الجرس باش كيبقاو توصلوا باي جديد اللي حطيتو. البنات اللي ديما معايا شكرا لكم، وما تنساوش من لايكات ديالكم، بارطاج القناه باش هكا تزيد العائله ديالنا تكبر. وصافي المهم ها انتم معايا ناخذوا جلال ونعاودوا نتلاقاو من بعد. ناخذوا البنات الزيف، الشال انا جلابتي باقا ما خديتش لانه الخياطه كيف قلت لكم سالته، وصيفطت لنا غير جلابه مع واحد السيد. شوفي هذا تا هو زوين. كاين اللي جات في مودريس قريب جد، كاين موجود دابا. واش حنا في مودريس؟ هاكو شي زيت. كاين مودريس قريب. هادي تقدر تجي من هنا. شنو داخل هذا؟ ممكن تروح تشكل جديد هذا. تقريبا هذاك اللون. هذا لاصق جديد هذا. ندير حجاره غوتشي. قدر ديريه من هنا من التحت لما بغيتي ديريه من الفوق. لا لا خاصني كل شيء. كان درك الهجره دي واحد عندي. بعيد هذا هو اللون. هو هذا جديد. هو هذاك. هو كان هذا الزقه اللي انا وكانت غايني ساب. شفت شي حاجه ايني. كاين واحد الشكل بحال كوميسيو ايني. هذا؟ هاد ليكخا هادي؟ هيا هنا فيها في غير ورده ولا شنو فيها؟ هذه واحد الورده فيها. غنشوف هذاك اللون. لا بعيد. شوف لها هذاك اللون. شو هذيك الشبكه؟ هذيك الشبكه الحمراء زوينه. شو كيف هذيك الشيء قال لهم؟ هذا اللي يعجبني انا، غيكون زوين ديال الزعفران.
البنات ثاني غير دخلت دابا للدار. المهم باقي بحويجي باقي بجلابتي، جيت بغيت نشارك معكم الحويجات اللي خدينا عاد باش نمشي نبدل. وهذا بغا ندخل ندوش، ما نكذبش عليكم كاين الصهد، الموت الموت ديال الصهد، واحد الحراره اليوم باقا ما دازتش هذا العام كامل. المهم غنوريكم بالزربه شنو خديت عاد ديك الساعه ندخل ندوش. المهم خدينا البنات فينا عندهم المكياج. بالنسبه للجلابه ديالي انا ما وجداتش، مازال ماشي ما وجداتش، الخياطه ما كايناش، ساده ومسافره. حنايا الجلابه ديال ماما صيفطات لنا غير ما واحد الخياط كان ديجا هي اللي هو اللي كملها في الخياطه وجابها لينا تما حدا المحل. بالنسبه للجلابه ديالي انا احسن نهار الاثنين ان شاء الله نمشي ناخذها. المهم مشينا عندهم المكياج، خدينا شي تخربيقات خاصينا. المهم خدينا هاد القنا البنات، هذا زوين بزاف كيديما كي وكبير، عرفتي وحده قد هاك، وحده كديما كي الكوجه كامل كتهنى يحسن من هذاك الكرتون ديسك، هذاك ما صغيور ما كيمسح والو، كتقدري ديري 5 6 دغيا ما كيمسحش دغيا. شنو اخر نوريكم شنو خدينا؟ خدينا هاد كارنيا البنات الصفرا، هذا بالحق خلاش ماما ماشي انا. هذا البنات قال لك تفتيح سريع بفيتامين سي، هذا حتى هو بحالو بحال الغوز اللي كندير، غير هذا قال لك فيه التفتيح وهذا. المهم جربوا ماما وديك الساعه نقول لكم اشنو كاين، حتى انا بغيت غير تسالى لي داك ديالي مع باقي فيه وغادي ناخذو. بالنسبه للثمن ديال البنات راه 55 درهم، 55 درهم 50 درهم على حساب واحد شحال كيبيعو. المهم حنا خديناه ب 55 درهم وخدينا المهم هاد ستيك هادي ديال دوف، وخدينا البنات هاد جيل نيطويو. هذا سمعت يعني بزاف بزاف ديال واحد الضجه هاد الايامات وكل شيء كياخذوا ملي مشيت قبيله عند بالمكياج. عرفتو لقيت البنات بزاف كيجيو كيسولوا عليه، وسولته قال لي كيتباع بزاف هاد جيل نيطويو هذا، داير ضجه هاد الايامات. المهم ما عرفتوش كيفاش داير هذا، غسول الوجه مبيض مع الزعفران. هانتوما ها هو كيفاش داير هذا، على ما سمعت انا قال لك زوين بزاف وكيفتح البشره وكيغسل كيغسل من داك الشيء. ما عرفت الصراحه، انا غادي نجربه هذا، ما خديتوش انا ركتك خداته ماما. بالنسبه لهذا الشيء انا البنات هذيك تقدري ما عرفتش واش كديري هكا، يمكن لا كدير هكا البنات كيخرج لكم هذاك لو جيل هنايا وكتبقاو تغسلو، يعني كتغسلو منه فيه. انا شفت البنات بزاف في الانستغرام كيديروه وما يصحاب ليا الصراحه، غادي نلقى عنده الماكياج لقيتو البنات عند عمر اللي في الشارع حدا الذهبيه، هو اللي لقيت عنده هاد التخربيق هذا كامل خدينا من عنده. مهم لجميع انواع البشره، هادشي باش عجبني لجميع انواع البشره، واحد اللي كيخضر فيه زعما ديال الحبوب وهذا. هذا البنات ضروري ضروري غنقول لكم نعطيكم ريفيو عليه هذا، حيت سمعت عليه بزاف والناس بزاف كياخذوه. بالنسبه لهذا البنات خديناه ب 40 درهم، كيدير 50 درهم قال لي ما تلقايش بلاصه اخرى من غير 40 درهم. غنجربوه الصراحه نشم ريحته كيفاش دايره، ما عرفتش واش كيفاش داير، تقريبا في ريحه زعفران، في واحد النسمه ديال ريحه زعفران. شنو اخر خدينا؟ المهم جات ديال دوف، هو اللي زوين صراحه، جربي حتى كتعيا وكترجعي لدوف. وخديت انا البنات خديت شامبوان، خديت هاد الشامبوان هذا سمعت عليه حتى هو بزاف بزاف، راكم عارفين البنات شي ولو حنايا انا مثلا كيوتيوبرز هكا كنبارطاجي معكم بزاف الحويجات اللي كناخذهم وكيعجبوني وهذا، حتى انا كنتفرج في ناس اخرين اللي تيكونوا عندهم حتى هما تجربه بشي حاجه ولا كيشكروا شي حاجه بزاف المرات. وحتى هذا مول الماكياج حتى هو شكروا لي بزاف بزاف، ودخلت شفت عليه في الجوجل وهذا قالوا بانه زوين وكيحبس تساقط الشعر. هذا اونتي شيت البنات، هذا ديال فيشي كيتباع في لي باغا في الفارماسي، في زعما هو ديال الفارماسي، هذا ماشي شامبوان عادي. غنشوف غنجربو غنقول لكم. هو قال لي الشهر الاول غتبان لك ماشي غتبان لك النتيجه، يعني غتبان لك النتيجه ديال التساقط ما غتبقاش. هو قال لي ما كيقوي الشعر ما كينوض ما والو، ولكن كيحبس هذاك التساقط. فقلت لي انا هذاك الشيء اللي علاش كنقلب، زعما بغيت هذاك التساقط يتحبس. قال لي هذا زوين بزاف، وقال لي غير جربيه وغير ما خصك تتبعيه، وزعما المهم الشهر الاول غادي يبان لك اشنو كاين. ها انتما البنات هذا ديالو كيفاش دايره، وفي واحد الريحه زوينه. المهم انا غادي نجربو ديك الساعه نقول لكم. هذا ديال فيشي البنات، ها انتما ديروا لي سكرين. هذا راه انايا كنت شفتو عند بزاف ديال البنات، ومن اللي قلبت عليه في جوجل وهذا لقيت بانهم شكروه، ديروا لي سكرين. وهذا بالنسبه لهذا البنات خديته خلاه ليا ب 90 درهم، 90 درهم باش خلاه ليا، قال لي كدير 120 110 100 على حساب، وفي لي باغا غتقدروا تلقاوه بكثر. المهم انا خديته من عنده ب 90 درهم. غادي نجربوه البنات وغادي نقول لكم. انا دابا غندخل ندوش وغسل بيه.
من دابا غنبدا غنحسب شهر وغنقول لكم اشنو كاين. فصافي هادو هما الحويجات اللي خدينا من عند مول الماكياج، وغنوريكم الجلابه ديال ماما اللي مشينا كلها خديناها. بالنسبه للجلابه ديالي انا راه ما وجدتش، ماشي موجدات، غير قلت لكم اشنو وقع. هي واجده، انا راه شفت هذاك النهار خليت عليها غير على قبل الشوشه. ايوا دابا رجعت باش ناخذها ما لقيتش الجلابه ديال العيد. اختي ديال العيد بالنسبه ل الا قلت لكم هذيك الجلابه ديال الاخره فوقاش محطوطه ما غتيقوش، حطيتها في رمضان وما بقيت ساليت باش انني نمشي لها. كيفاش شفتوا معايا كنت في كازا، مشيت المره الاولى والمره الثانيه ما ساليتش باش انني نمشي نجيبها، ولقيت اللي بغيت نجيبها ما لقيتش فيها الشوشه. ها انتم شوفوا لي الجلابه ديال ماما كي جات كتحمق، المهم انا حمقاتني هاد الثوب هذا. البنات بحال كريب، ماشي كريب، هو بحال ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، ما خيط ما كريب ما والو. المهم الثوب ديالو عرفتو بارد 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 ورطب طيح هاك. شوفوا شوفوا الثوب كيفاش داير، خفيفه صيفيه. درنا ليها البنات هاد الخياطه هادي بالالكتريك، ماشي الالكتريك، هذا راه بحال قلتو خضر بيستاش فاتح بزاف. ها نتوما شفتوه ماشي الالكتريك، ولكن راكم عارفين هاد الوينات دابا هما لي طوندونس. ودرنا لها هنايا في الصدر هاد الوريدات. ها نتوما شفتو درنا لها هاد الوريدات هنايا بالبيج وبهاد الالكتريك هذا. المهم قلنا نديرو لها هكا شي ديزاين باش تبان جلابه، ما تجيش هكا ناشفه. ما تجيش ناشفه، باقا الشوشه ماشي مشكل، الشوشه حتى نعاود ناخذها لها انا مع الجلاب الاخرين اللي مازال حاطه. درنا لها غير النص البنات، الخياطه غير النص وهابطه من هنا افتحات في الجناب. صراحه جات واعره عجبتني انا. وكيف عارفين هاد التويبات هادو دابا ديال هاد الحناش النمر هذا هما اللي خارجين دابا، وكيجيو زوينين في اللبسه، كيجيو شي حاجه اللي كلاس. انا غادي نقول ماما تقيسها ونصور لكم تشوفوا كيفاش جاتها. باينه غادي زوينه باينه صافي. المهم خدينا قلبنا لها على الشال قبيله، راه وريتكم ما لقيناش الشال البنات. بغات الشال في هذا البيج، سمحوا لي طيب هادي، بغات الشال البنات في هذا البيج هذا، في هذا الكريمي، في هذا البيج هذا هذا، ما لقيناش، لقينا داكشي فيه الحجار وهذا ما بغاتش، بغات حاجه لي سامبل. واخا هي ما كديرش فولار دائما، ولكن كتحتاجو كتحتاجو كتحتاج ضروري جلابه كتاخديها كتاخدي لها فولار. صافي الغزالات ديالي كانوا هادو هما المشتريات ديالي، وما كان هذا هو الفيديو ديالنا. بارطاجيت معكم هاد الخرجه هكا خفيفه ظريفه باش ما نبقاش نهضر عليكم اكثر واكثر. بالنسبه واحد الحاجه بغيت نقولها لكم، بالنسبه للبنات اللي كيدخلوا عندي الانستغرام تيقولوا لي ما حطيتش الفيديوهات، البنات انا كنحط لكم فيديوهات ولكن الاشعارات ما كيوصلوكمش. حاولوا انكم ديزابوناو وتعاودوا تابوناو، لانه كاين مشكل في اليوتيوب هاد الايام ما كيطلعش نوتيفيكاسيون ديال الناس، حتى انا ناس ندير لهم ابونيهم ما كيطلعوش النوتيفيكاسيون ديالهم، حتى خرجت وعاود دخلت وعاد باش دخل ولاو كيوصلوني الفيديوهات ديالهم هذا فوقاش كيحطوهم وهذا. المهم ها نتوما دخلوا حيدوا الابوني وعاودوا ديروها، المهم عندكم تحيدوهم تعاودوا ديروها. كنضحك، حيدوا الابوني وعاودوا ديروها وفعلوا الجرس هذاك الصغير اللي في الجنب باش هكا يولوا عندو دوك الودينات. صافي غتبقى توصلكم النوتيفيكاسيون في الوقت. راه بزاف ديال البنات دخلوا الانستغرام تيقولوا لي ما تلقاوش الفيديو ديالكم، بقى نصيفط لهم في ليا دخلوا وديروا ابو حيدوا ابوني وعدو. وكاينين الناس اللي ما بقاش طلعت لهم القناه ديالي بمره، وصراحه ماشي غير انا اللي كيتشكى من هذه القضيه، بزاف بزاف ديال الناس بزاف. كيف قلت لكم انا مابوني مع ناس وما كتوصلنيش، وليت انا كنقلب عليهم يعني كنقلب على السميه ديالهم، اللي عارفه السميه ديالهم راه كنلقاوني، ما عارفه السميه كتقدري بعد المره ديري ابوني وما كتبقيش تحكري في السميه ديال لاشين اشنو كتكون. فالمهم هاد الايام كاين واحد التخربيقه في اليوتيوب باغي يبدا يصفف بنادم، داكشي علاش البنات واقع هاد المشكل هذا. فحاولوا عفاكم تحيدوا الابوني وتعاودوا تابونا وفعلوا داك الجرس، اكيد اكيد الا ما كنتوش فاعلين هذاك الجرس راه ما يوصلكمش نوتيفيكاسيون بالمره، ما توصلكمش. وصافي هادشي اللي كاين، كنبغي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم الغزالات ديالي، اللي خطاكم عليا ما تنساونيش من لايكات ديالكم، بارطاج القناه ولي كومونتير ديالكم الزوينين بحالكم اللي كيحفزوني كيخلوني نعطي اكثر واكثر. ومازال الفيديوهات جايين في الطريق ان شاء الله اللي غادي يعجبوكم زوينين بزاف. فغنبغي نقول لكم لا ما نطول لكم في الهضره، تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد، باي باي.